أسعار الخضر والفواكه واللحوم بمختلف أنواعها تعرف ارتفاعا متزايدا منذ بداية شهر رمضان المبارك بولاية طبنراست. ومن السلطات ولا من المسؤولين يشوفوا لا كونترول، يشوفوا هذا الأسواق اللي راهم في طبنراست راهم غاليين بزاف بزاف. البطاطا اللي راهي دير في التل دير 4000 و5000، اللي هنا راهي دير 12000. والله ما فهمنا الاسعار هذه، كل يوم تجي تلقى بري كل يوم. نورمالمون شهر رمضان شهر الرحمه، نورمالمون يشوفوا لينا شي، يشوفوا نورمالمون كاينه لجان تجي تحقق في الاسعار هذه. التجار يرجعون اسباب ارتفاع الاسعار الى ارتفاعها في اسواق الجمله على المستوى الوطني. الاسعار احنا رانا الاسعار على حسب الاسواق، الاسواق احنا الحوايج كاع رانا نجيبوها من هي من شلقوم، نجيبوها من الشمال. والاسعار هذه على بالك تختلف، تطلع تهبط تطلع. هنا الاسعار تاعنا كيما قبل رمضان كيما اخر رمضان. الناس مش تقدر تشري، ما طاقش على الغلا هذا. الدجاج عندنا 43000، الغلمي 120000، الغلمي كنا نبيعوا فيه 100000 طلع في رمضان 120. ديرية التجارة سارعت نحو مختلف الأسواق، إلى باشرت حملة مراقبة للسلع والأسعار مرفوقة بحملة تحسيسية من أجل إقناع التجار بضرورة تخفيض الأسعار. تم خفض الأسعار من تجاوب من طرف تجار الجملة وتجاوب من طرف تجار التجزئة، وين خفضوا الأسعار، وين صبحت البطاطا كانت في سعر في سوق الجملة تعرض لأجل البيع ب 10000 ب 100 دينار جزائري، وين صبحت تعرض ب 8000 850 دينار جزائري، وولت تعرض في سوق التجزئة ب 100 دينار جزائري. قصد ضمان حسن عرض المنتجات بمختلف انواعها، مصالح الشرطه القضائيه رافقت اعوان التجاره في خرجتهم الميدانيه. في اطار متابعه ومراقبه مختلف الانشطه التجاريه خاصه في هذا الشهر الفضيل من مختلف الجوانب ذات صله بصحه الانسان على غرار احترام شروط النظافه شروط التخزين. ليبقى السؤال مطروحا، هل ستستقر الاسعار بعد مغادره مختلف لجان المراقبه للاسواق، ام ان الجشع والطمع يبقى السمه التي تميز بعض تجارنا في شهر رمضان؟